مكملين معاكم بفقراتنا بدنيا يا دنيا، وهلأ وصلنا لفقرة رح نتحدث فيها عن قمة التواصل الاجتماعي اللي ستعقد بعمان، ومعانا لنحكي عن هالموضوع أكثر وعن هالقمة مدير قمة التواصل الاجتماعي والرئيس التنفيذي لموقع أريبة أريبة أيمن رشيد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير أستاذ أيمن، وأهلا وسهلا فيك، وشكرا لأنك عمالك تنشئ قمة التواصل الاجتماعي بالأردن لأول مرة. قمة التواصل الاجتماعي هذه يعني زي ما نقول القمة الرابعة، ولكن الأولى في الأردن، ثلاثة كانوا في دبي. خبرنا شو هي قمة التواصل الاجتماعي؟ يعني هو طبعا بصفتي كنت دخلت عالم التواصل الاجتماعي بتأسيسي للموقع أريبة أريبة، اللي هو كان بيعتبر أول موقع ينشأ من الشرق الأوسط للشرق الأوسط. معرفتنا بال يعني بالتحولات اللي عم بتصير بالمنصات التواصل الاجتماعي بعدة أشكالها، وبكل ما يحدث من يعني ترندز وترانسفورميشن، ومحبتنا نعطي ترانسفورم هالنوليدج الموجودة بالعالم لمنطقتنا. أنشأنا كمان مؤتمر قمة التواصل الاجتماعي اللي ب 2014 بدبي، وكمان يعني إجا رئيس تويتر افتتح المؤتمر ب 2014، يعني إجا من أمريكا، وطبعا إجا كمان دولة الرئيس سمير رفاعي. كان لنا الشرف إنه كمان إجا ودعمنا بافتتاح المؤتمر الأول. طبعا صار له صيت كبير المؤتمر، وصار مسؤولياتنا كبيرة انه نكبره ونجيب احسن كونتنت موجود، يعني احسن محتويات وسبيكرز من جميع انحاء العالم. هو السبيكرز من جميع انحاء العالم اكشلي هم صار عندهم شوق انهم يجوا كمان. حتى احنا في دبي والكل كان بده يعني يكبر البورتفوليو تاعه، ويكون دبي كمان واحدة من يعني البروفايلز موجودة على بروفايله. فأخذ صيت كبير، فالسبيكرز العالميين هم كمان صاروا حابين يجوا. الحمد لله نجح المؤتمر، وخلانا كمان انه جمعنا يعني عدد كبير من عنا. يعني احنا هلا البرودكت تاعنا هو سبيكرز، والكونتنت بتغير كل سنه حسب شو عم بيصير طبعاً بالعالم. صحيح. بس سبيكرز عنا طبعا كميه كبيره حسب الافيلابيلتي تاعتهم. يعني احنا بتعرفي ما بنقدر كمان يعني احنا بنقرر امتى يعني وين نروح. اذا جينا على الاردن نشوفهم سكجول تاعهم، طبعا جدولهم بس كلياتهم عالميين، ويعتبروا من 100 listed Forbes speakers. تمام. طب ما انه احنا عم نحكي عن المتحدثين، نحب نتعرف عنهم اكثر. انت حكيت انه في متحدثين من الاردن، وايضا في متحدثين من جميع انحاء العالم. احكي لنا اكثر اذا في مجال نعرف بعض من المتحدثين رح يكونوا معكم بقمه التواصل الاجتماعي. شوف، الفكره كانت انه احنا نروح على كل بلد، نقسم، نحاول كمان يعني نظهر الخبراء الموجودين بالبلد. يعني احنا عندنا اور برودكت اللي هم المتحدثين العالميين، منجيبهم، بس كمان نعطي فرصة للخبراء الموجودين بالبلد اللي احنا رايحين نقدم فيها المؤتمر، نعطيهم كمان يظهروا خبراتهم ويعني للشركات ولل هلأ احنا طبعا حسب الـ availability تبعات السبيكرز، جبنا هلأ واحد من إيرلندا، يعتبر من أهم الناس اللي خلق كونتنت على الانترنت، على السوشيال ميديا، كيف يقدر يجيب اودينس من سيتيز. يعني يعني مثلا بقول مثلا اكس عمان، اكس دبلن، اكس باريس، قديش هاي السيتي بيقدر انه يجيب عدد كبير من الاودينس، يشوفوا اخبار، يشوفوا ابديتد انفورميشن. وهي
ونجح نجاح كبير بخلال أقل من سنتين، استطاع أن يستحوذ على أكثر من 16 مليون متابع لهم. فهي حالة جيدة يعني، وبيقدروا طبعا الشركات الأردنية أنه يستفيدوا كيف يعني يقدروا يكبروا جماهيرهم على حسب طبعا الشركات والبراندز. هلأ في طبعا أكيد واحد مهم جدا 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 لأي بلد بروحها اللي هو اسمه يورو ماسترو. يورو ماسترو هذا مهتم بإشي اسمه التواصل اللحظي مع الجمهور. يعني في هلأ بتعرفي أبليكيشن طالعة زي بيرسكوب زي سناب شات، هو كتير مهم على البيرسكوب. بالبيرسكوب أنت بتعرف اليوم يعني أنا لو موجود هلأ بشارع مثلا عبدون، في واحد عم بيتابعني من السعودية أو من الكويت أو من فرنسا أو من ألمانيا لايف، عم بشوف اليوم أنا بشكل مباشر بشجع السياحة اليوم بالأردن. بجيب هدول الأشخاص بقول أنا بصور عبدون، بصور جرش، بصور البتراء، الناس عم بتشوفه لايف. إذا كنت أنا سامع أنه هذا المنطقة مش حلوة أو فيها أي إشي مثلا بخوفه أو شيء، بقولهم شوفوا هاي، شوف ما أحلاها، منطقة هادية آمنة، لحظي قراره هداك أنه يجي على عمان أو يجي على باريس أو يجي على ديزني لاند أو يجي، لحظي بأخذ قراره دايركتلي. ليش؟ لأنه شافوا إشي حلو. حلو، شاف إشي تمام حقيقي قدامه لايف. تمام. مين كمان معاكم ناس يعني مهمين في مواقع التواصل الاجتماعي؟ في طبعا هاي مفاجأة رح تكون للجمهور الأردني يعني اللي يحضر المؤتمر، واحدة اسمها روني. هاي كمان بنفس التواصل اللحظي حسب المحور الرئيسي تاعنا، كلهم يعني رح يحكوا عن هذا، بس طريقة إلقائها أو توصيلها يعني المعلومة للأودينس، تخلق عندك الإنرجي إنه يعني مش رح أقدر أوصف لك إياه بصراحة، لازم تكونوا أسلوبها موجودين. شو اللي بيميزها؟ أسلوبها بالإلقاء يعني بالبرزنتيشن، presenting in a way it gives you energy as well. Okay. It's not just so بتستوعبي كلامها يعني بطريقة ما بعرف يعني كتير. أدي عندها متابعين ما إنه هالقد أسلوبها. شوفي هو أنا بدي أحكي لك شغلة، هو يعني هذا موضوع كتير كنا حابين نطرحه بس أجلناه شوي لأنه إله هذا يعني موضوع خاص، هو المؤثرين اللي بتحكي قديش إله قديش عندها. أنا ما بيهمني السبيكرز قديش عنده، لأنه اليوم هو مش مؤثر، هو بريزنتر. المؤثر غير عن البريزنتر. بعدين إذا يعني لو عنده 20,000 ولا 15,000 هدول بناء على يعني بتعرفي في اهتمامات يمكن في موضوع معين بالضبط. هو مش مؤثر، هو بريزنتر، هو سبيكر، انترناشونال سبيكر. اوكي طيب، هلا هون بيجي سؤالي. القمة هي بكرة 18/5 بفندق الحياة، رح تبدأ من 10:00 صباحا وهي لنهاية النهار 5:00. اللي بده يحضر القمة يعني كيف شكلها؟ أنا بدي أدخل في عندي 15 سبيكر خلال كذا ساعة، هل أنا بختار السبيكر اللي بدي أسمعه؟ هل أنا بختار الموضوع اللي بدي أسمعه؟ كيف بده يكون؟ طبعا هي سكيدجولد أجندة موجودة، في طبعا اكيد كلمه ترحيبيه، وفي جيست اوف اونر موجود، وفي طبعا احنا في الاجنده عاده لها ايكو سيستم يعني يعني ما بنخليها بورينج، بنعرف كيف نرتب السبيكرز، مين يطلع قبل ومين يطلع بعد ومين يطلع بعد الغداء ومين يطلع بعد البريك الاول. هاي لها سيستم، لها تكنولوجيا معينه يعني بعلم المؤتمرات. طبعا احنا اللي بنحط هذا، مش يعني مش حدا بيختار يعني من تجربه لقيته هيك. بالضبط بالضبط. فهو طبعا عباره عن سكيدجول، كل واحد له وقت معين بحكي فيه، وفي بريكس وفي غدا وفي طبعا يعني مش انه بنفس الوقت جلسات. انا اذا بدي اروح بتاكد اني بدي احضر هال15 متحدث. نعم مزبوط. طيب هلا هون بدي اجي شوي لخصوصيه، شو المواضيع اللي بتلاقي اكثر بتطرح بعد الغدا الناس بتكون شوي نعست، وشو المواضيع اللي نبدا فيها بالنهار بالبدايه النهار من خبرتك بتصميم هاي القمه؟
هلا يعني بهمش بنحكيها هاي بس يعني بدناش نحرق بس بصراحة اللي رح يحضر المؤتمر بكرة رح أول ساعتين ثلاثة رح يتشبع ورح يتفاجأ ورح يضله يعني ناطر سنة إنه يشوف شو رح يصير بعد. يعني أعطيناه كم هائل من المواضيع المهمة المطروحة هلأ عالميا للناس يعني مشغولة فيها، أعطيناه إياها في فترة الصبح وخلينا بعد فترة الظهر بشغلات مهمة كمان الناس عم تستناها، بس في بعض الانترتينمنت خلينا عشان يعني نصحي العالم الناس الموجودة، دخلنا شوية هيك عنصر فكاهي بي حلو عشان انه ما ينعسوا الناس بعد بالزبط. الغداء يعني هذه كمان فكرة كتير حلوة بالبرزنتيشنز. طيب يعني بشكل عام بنحب نتعرف كمان على الموضوعات، يعني رندا يمكن قالت لك شو الموضوعات اللي قبل وبعد، احنا بنتعرف يعني نسيتها اغلب والله نسيتها الموضوعات الموضوعات نفسها اللي ممكن تناقش بكرة ان شاء الله بقمة تواصل الاجتماعي، بنحب هيك نتعرف على يعني لو بعد منها. يعني هلأ في موضوع مهم هلأ مطروح عالمياً اللي هو إنه مثلاً في أبليكيشنز اللي حكينا عليها إنه هذه رح ريبليس التي في كمان يعني هاي من المواضيع اللي مطروحة. هلأ في كمان بعدنا إحنا عم نبني استراتيجيز لاستخدامنا هذا محور كتير قوي كمان يعني how to build your strategies على السوشيال ميديا. طبعا في الفيديو رح ياخذ دور كبير كمان، استخدامك للفيديو على سواء كان عن طريق اليوتيوب او شيرينج الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. على مواقع التواصل الاجتماعي. طب سؤال، لما جينا عم نحكي على الفيديو كتير ناس بيلجأوا للفيديو لتسويق أفكارهم شغلهم، إحنا عم نحكي الهدف من القمة هو كمان التشبيك يعني للأعمال للبزنسز بين العلاقات العامة والدعايات ويعني كل إشي هو عبارة عن تشبيك. اللي بده يستخدم الفيديو كوسيلة لتسويق شغله، شو أكتر في هلأ معين إنه زمن معين للفيديو اللي ممكن يشاهد أكتر إشي؟ يعني هلا يعني هل هو الدقيقه الثلاثه العشره 30 سكند نص دقيقه بس هذا ممكن اكثر يشاهد؟ نعم ال 30 ثانيه احسن. يعني انستغرام هلا مثلا وسعت الفيديو، صار بدل 30 ثانيه صار دقيقه، برايك هذا صار انه له شيء سلبي على مشاهدات الفيديوز على انستغرام؟ كوميرشال انا عم بحكي 30 سكند ما تعطي اكثر من هيك، يفضل 30 ثانيه. احنا هلا غنيه إشي يعني للبيرسونال ما عندي، بس ككوميرشل 30 سكند ما تخلي لأنه بيقلب ممكن بيزهقوا فعلا الناس صارت تتقلب. وقبل ما ينتهي وقتنا احنا سألنا سؤال ببداية البرنامج، عم نسأل اللي عم بيشاهدونا ومنحب يتواصلوا معنا ونشوف نسب الإجابة، هل بتعتقد انك بتقدر تسيطر انه مواقع التواصل الاجتماعي ما تأثر على حياتك؟ بتقدر تسيطر انها ما تأثر؟ 90% قالوا نعم بقدر أسيطر، و10% قالوا لا. شو رأيك؟ هلا أنت عم تطلع عم بين استغرب من 90% صح؟ شوف أنا هي السيطرة هاي يعني إلها مطاطة قديه بسيطر؟ ذكر الامتحان اللي جابت لنا إياه كانت معنا للسوشيال ميديا برضو، هي دائما على الانترنت هناء الرملي خبيرة الانترنت متذكرة كان في امتحان. بس احنا عم نحكي تسيطر على حياتك، يعني في كتير مواضيع بقدرش انا اتجنب السوشيال ميديا. باي ذا واي بس اختم هاي يعني معلومة كتير مهمة يعرفوها المشاهدين، هو المواقع التواصل الاجتماعي ما بتسيطر عليك، اللي بيسيطر عليك هو الموبايل، وجود الموبايل بإيدك كل الوقت طول الوقت هو اللي بيخليك تدخلي على مواقع التواصل الاجتماعي او اي شيء ثاني. فالسيطره او الادمان اللي عم بيصير هو
التليفون. تليفون مزبوط انه دائما بايدك علميا هذا مش شيء بدك تروح لعنده هو معك دائما. طب سؤالي الاخير، حضرتك اسست موقع قريبه واللي هي منصه للتواصل الاجتماعي، اول يعني هي منصه عربيه والمنصه الوحيده او اول منصه عربيه، عندك حاليا اكثر من 6 مليون شخص بتواصلوا عبر موقع قريبه. هلا اللي عم بيحضرونا اذا بحبوا يتواصلوا ويدخلوا موقع قريبه شو لازم يعملوا؟ شو بيستفيدوا لما يكونوا بتواصلوا عن طريق قريبه غير فيسبوك مثلا؟ كل حدا هلا شوفي، موضوع دخولك على مواقع التواصل الاجتماعي بطلت بعتقد راحت هاي قصه انه عشان اصحابي. دخولي صار انا عشان اخذ معلومات. مين بيعطيني؟ مين هو شيرنج الشيء الحلو والشيء اللي انا انبسط عليه. والتعرف على عالم اخر، يعني انت اليوم اذا يعني أنا مثلاً اتعمدت بموقع قريبة لما عملت أنا ترويج للموقع، اتعمدت مثلاً أنه أجذب كل المغتربين العرب الموجودين بلاتين أمريكا، بأمريكا، بكندا، بأوروبا. هدول أنا أعطيتهم كونتنت، خليتهم يحسوا أنه لما يدخلوا على قريبة بحسوا زي كانوا داخلين على إشي بيتهم، على يعني هوم إيموشنالي، صاروا أتاشت لل وسهل الواحد يعمل بروفايل ويدخل على الموقع. 2 seconds. قريبة دوت كوم. ARREBA. نعم. قريبة. يعني هي شو قريبة؟ قريبة. شوفي هلا بصراحة ممكن تكون هيك، بس إذا بتروحي على المعجم يعني أي معجم عربية بالإنجليزي قريبة معناها brilliant. Brilliant. بس تلحكها للبنت. وإذا بدك تروح على المعاجم العربية قريب، كلمة قريب مش يعني ألف، مش قريب، قريب ألف مش بالقاف، معناها بريليون كمان، ذكي خارق الذكاء. عشان هيك قريبة. إن شاء الله. عمر بنتمنى لك التوفيق بكرة في قمة التواصل الاجتماعي، وشكرا لك لوجودك معنا اليوم أيمن رشيد، أهلا وسهلا فيك. شكرا لمتابعتكم برنامج دنيا يا دنيا على يوتيوب، لا تنسوا تعملوا شير وسبسكرايب لتشوفوا كل شيء جديد بدنيا يا دنيا.